مساء الخير، اهلا بيكم في قناة ورقة وقلم على اليوتيوب. النهاردة هناخد معاكم نشرح المحتوى الخاص بدورة اعداد اختصاصي في صعوبات التعلم او اختصاصي في اضطراب التعلم المحدد، يعني زي ما بيطلقوا عليه حديثا. هنعرض المحتوى، وبعد بس ما نعرض المحتوى هنقول الفكرة الاساسية في ربط التشخيص الحديث بالتشخيص القديم، او ربطهم ازاي ببعض يعني. تمام، نبدأ بالدورة. ترتيبها اللي هو الأونلاين، يعني احنا هنتكلم بس عن الدورة الأونلاين. هدف الدورة إن المتدرب يقدر في نهاية التدريب نفسه يقدر يحقق الآتي: أول حاجة إن هو يقدر يفرز حالات صعوبات التعلم عن باقي الاضطرابات والإعاقات الأخرى المتشابهة. يعني في تشابه ما بين صعوبات التعلم وبين بعض الاضطرابات أو بعض الإعاقات، فيقدر يعمل عملية فرز مش تشخيص. التشخيص دي النقطة التانية، لكن يقدر ازاي يعمل فرز. فرز يعني انا لما اشوف ولد قدامي اقدر اقول لك مثلا ده مش صعوبة تعلم، يعني ده نبعد عن ان هو صعوبة تعلم. يعني ممكن مثلا نبص في اختبار الذكاء اقدر اقول ان هو مش صعوبة تعلم او قد يكون صعوبات تعلم. دي اول هدف بنحققه من الدورة. الهدف التاني ان نقدر بقى يشخص حالات صعوبات التعلم. يقدر يشخص حالات صعوبات التعلم، وهناخد جزء خاص بالمقاييس جوه الدورة. نمرة ثلاثة، إن يقدر يحدد السبب الحقيقي لأي مشكلة بتواجه الطفل في القراءة والكتابة والحساب أو الرياضيات اللي هي أصلا مشكلة صعوبات التعلم. يعني مشكلة صعوبات التعلم دايما في التحصيل بس، يعني مثلا في القراءة مثلا هو ممكن يمسك كلمة بعد ما بيقراها. طب إيه السبب ورا ده؟ هنقدر نحدده قوة الدورة. نقدر نحدد سبب كل مشكلة. الطفل دلوقتي ما بيعرفش ينقل من على السبورة، إيه سبب عدم قدرته على النقل من على السبورة؟ ده هنعرفه خلال محاضرات الدورة. الهدف الرابع ان هو يقدر بقى يحط برنامج مناسب عشان يعالج المشاكل دي، صح كده؟ يعني يقدر مثلا، انا عرفت ان سبب مشكله ان عدم قدره الطفل على ينقل من على السبوره هو 1 2 3، فناخد بقى 1 2 3 ونحط لها برنامج تدريبي ونشتغل عليها. ده الهدف الرابع. الهدف الخامس بقى ان يقدر يطبق الخطط والبرامج اللي بناخدها على مناهج المدرسه نفسها، سواء كتاب اللغه العربيه او كتاب الرياضيات او. يعني يقدر يطبق الاستراتيجيات والافكار اللي احنا هنتناولها في الكورس، في يقدر يطبقها جوه المدرسه. هو بس عشان نحقق الخمس اهداف دي لازم المتدرب يستنى لما الدوره كلها تخلص، لان كل محاضره مترتبه على الثانيه والثانيه مترتبه على الثالثه وهكذا لغايه لما بنوصل لاخر الدوره. فما يتوقعش المتدرب مثلا ان هو في اول محاضره او تاني محاضره او اول شهر او تاني شهر ان هو خلاص هيقدر يشتغل بقى حالات صعوبات التعلم بشكل يحقق فيه الخمس حاجات اللي قدامنا. لا خالص، في حاجات طبعا هتحصل في السكه واحنا شغالين، لكن التوتال نفسه بالذات او اخر ثلاث حاجات هيقدر يحققهم في نهايه الدوره التدريبيه. طيب، عشان نحقق الخمس اهداف دي احنا بنشتغل على ست محاور في الدوره، مش كده؟ او يعني خمس محاور، لكن في حاجه سادسه اسمها مميزات يعني، بس احنا بنشتغل على خمس محاور والسادس اللي هو المميزات اللي خاصه بالدوره. ايه الخمس محاور دي؟ المحور الاول هو المحور النمائي، المحور الثاني المحور الاكاديمي، الثالث محور المقاييس، الرابع المحور العملي، الخامس محور المشاريع. ولما اقول لكم النمائي عشان عارف ان في ناس كتير قوي هتقعد تقول النمائي، طب يا مستر والتشخيص الحديث بيشيل النمائي من التشخيص؟ اقول لك طب ماشي نشيله من التشخيص زي ما انت عاوز، لكن مالناش دعوه بالتدريب. يعني التأهيل شيء والتشخيص ايه؟ شيء. طبعا في ترابط، لكن بنتكلم من الناحيه التدريبيه واحنا بندرب ممكن نحط ايه؟ الجزء النمائي. نركز شويه، خمس محاور زائد محور سادس اللي هو المميزات. المحور الاولاني النمائي جواه محاضرات، المحور الثاني الاكاديمي جواه محاضرات، المحور الثالث المقاييس جواه محاضرات، المحور الرابع مع الجزء العملي جواه محاضرات، والخامس فكره المشاريع. الاربع حاجات الاولانيه دول اللي هم الاول والثاني والثالث والرابع دول بياخد عليهم محاضرات، حوالي 43 محاضره، مش كده؟ بياخد عليهم محاضرات. محاضرات منهم الأساسي دي الخاصة بالدورة نفسها، وفي محاضرات بتبقى موجودة على قناة اليوتيوب بتاعتنا هنا. حوالي مثلا خمس ست محاضرات من ال 43 ممكن تلاقيهم في القناة بتاعت ورقة وقلم. لكن الخامس ده اللي هو المشروع، ده المتدرب أو الأخصائي هيعمله أثناء ما الدورة شغالة، يعني المشاريع دي بنعملها أثناء ما الدورة شغالة، ماشي كده؟ يبقى المحاضرات ال 43 اللي خاصة بالدورة هي عبارة عن الأربع محاور دول، النمائي والأكاديمي والمقاييس والعملي، والمشاريع بنعملها أثناء ما الدورة الأربع محاور دي شغالة. ناخد محور محور ونشوف المحاضرات اللي جواه إيه. المحور الأول هو المحور النمائي،
وده في محاضرات. اول محاضره هناخدها طبعا لازم ناخد مقدمه عن صعوبات التعلم، مين هو طفل صعوبات التعلم، ايه الاسباب اللي بتؤدي او اللي بتوصل للطفل انه يبقى عنده صعوبات تعلم، وهناخد كمان النظريات اللي بتفسر، وهناخد كمان الجزء اللي خاص بالفروقات ما بين صعوبات التعلم وبعض الحالات المتشابهه شويه، وهناخد اللي بيسموها حجرة المصادر وعلاقتها بأطفال صعوبات التعلم وأهميتها لأطفال صعوبات التعلم. دي مقدمة لازم نبدأ بيها. تاني محاضرة تبقى مهارة الانتباه، سواء الانتباه البصري أو الانتباه السمعي. احنا بناخد مراحل الانتباه أو أنواع الانتباه الضرورية أوي لشغلنا. عارفين إن في ناس بتحط كتير أوي الانتباه الشمي واللمسي والتذوقي، مش عايز أقول هما مش مهمين طبعا، كل حاجة بتبقى مهمة، بس احنا هناخد اللي هما الانتباه البصري والسمعي. المحاضرة الثالثة محاضرة خاصة بمهارة الإدراك البصري. إحنا عندنا 3 مهارات في النمائي، اللي هو الانتباه والإدراك والذاكرة. الانتباه في محاضرة، والإدراك في 3 محاضرات، والذاكرة فيها محاضرتين. فال3 محاضرات بتاعة الإدراك، محاضرة عن الإدراك البصري، الإدراك السمعي، الإدراك الحركي. والمحاضرتين بتوع الذاكرة، محاضرة عن الذاكرة البصرية ومحاضرة عن الذاكرة السمعية. ونركز قوي إن كل واحدة من مهارة الانتباه والادراك البصري والادراك السمعي والادراك الحركي والذاكره البصريه ومهاره الذاكره السمعيه، كل دول اصلا بناخدهم من خلال بنعرف المصطلح. يعني مثلا بناخد مثلا دلوقتي خدنا الادراك السمعي، نعرف ايه هو الادراك السمعي تعريفه يعني، وبعد كده نعرف الاسباب اللي بتؤدي ان يبقى فيه عنده اللي يبقى فيها مشاكل، وبناخد الانواع بتاعته، وبعد كده بنعرض استماره خاصه بتدريبه، وبعد كده بنعرض الانشطه. كل واحد من دول بناخده بالتوجه ده. بعد كده في محاضره مهمه جدا اصلا اسمها ازاي نعالج المشاكل الاكاديميه من خلال المهارات الناميه، ودي عشان فايدتها قوي سيبناها فري في قناه ورقه وقلم. لكن طبعا ال7 محاضرات الاولانيين دول هتلاقوهم جوه الناس بس المشترك في الدوره، اللي هي ازاي نعالج المشاكل الاكاديميه من خلال المهارات النمائيه. عندك مشكله زي النقل من على السبوره، الطفل ما بيعرفش ينقل من على السبوره، الطفل اللي بينسى الكلمه بعد ما بيحفظها، الطفل اللي عنده بطء في الكتابه، الطفل اللي بيعكس الحروف او بيقلبها هي او الارقام، كل دي مشاكل اكاديميه بتظهر للطفل في المدرسه، بنحاول نعالجها من خلال المهارات الانتباه والادراك البصري والادراك السمعي والحركي والذاكره البصريه والسمعيه. طبعا احنا تعمدنا نكتب كلمه مهاره الانتباه او مهاره الادراك البصري، ما نكتبش صعوبه الادراك البصري، على الرغم ان تصورنا كنوع من انواع التاهيل ما فيهاش مشكله، لكن برضه حاولنا ان احنا نكتب كلمه مهاره الادراك او مهاره الذاكره مش الصعوبه، عشان خاطر برضه ما يحصلش اي تشتت او خلط مع التشخيص الحديث لصعوبات التعلم، اللي بيقول ان مفيش حاجه اسمها صعوبات ناميه. نمرة 2 المحور الأكاديمي، والمحور الأكاديمي هنكمل المحاضرات بتاعته. المحاضرة 9 هي مهارة القراءة. مهارة القراءة 3 أجزاء، يعني محاضرة القراءة واخدينها في 3 أجزاء. الجزء الأول اللي هو هناخد فيه إيه الهدف من تعليم القراية، إيه أعراض صعوبات القراية اللي هي الديسلكسيا، وبعد كده ناخد إيه هي مهارات ما قبل القراءة ونعرضها ونعمل أنشطة ليها. المحاضرة 10 هو الجزء الثاني من مهارة القراءة، دي هناخد فيها زي ناخد فيها أنشطة لتعليم الطفل الكلمة الكلية، زي يقرأ كلمة بابا، زي يقرأ كلمة ماما، زي يقرأ كلمة شباك، وهناخد أنشطة لتعليم الطفل الحروف، سواء في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة أو الحرف نفسه. وبعد كده هناخد إزاي نعلمه علامات الإعراب الفتحة والكسرة والضمة. الجزء الثالث اللي هو 11، المحاضره نمره 11 اللي هي مهاره القراءه الجزء الثالث، هناخد فيها انشطه لتعليم الطفل التهجئه، زي يستهجى، وبعد كده ازاي نعلمه الفهم القرائي. طبعا جوه التهجئه او جوه الاستهجاء بنعلمه علامات الايه المد بالالف والواو والياء. طب دي المحاضره 11 كده، خلصنا مهاره القراءه في الاكاديمي. نخش في مهاره الكتابه، هي جزئين. الجزء الاول او المحاضره الاولى اللي هي رقم 12 هنتكلم عن الهدف، ليه بنعلم الطفل اصلا الكتابه، وبعد كده ايه هي اعراض الكتابه اللي هي الديسجرافيا بيسموها الديسجرافيا، وبعد كده هناخد مهارات الاستعداد للكتابه او مهارات ما قبل الكتابه مع عرض انشطه ليها. المحاضره 13 هي مهاره الكتابه الجزء الثاني، هناخد فيها انشطه كتابه الحرف نفسه، يعني ازاي نكتب الحرف وازاي نتملى، والتعبير الكتابي او اللي هو بنسميه موضوع الانشاء، يعني ازاي يكتب موضوع انشاء يعني. المحاضره بقى من نمره 14، بصوا من نمره 14 لنمره 19 مهارات الحساب.
يعني الحساب 6 أجزاء. الجزء الأول هناخد فيه ليه بنعلم برضو الطفل مهارة الحساب، وهي أعراض الديسكالكوليا أو هي صعوبات الحساب اللي بيواجهها الطفل، وهناخد مهارات ما قبل الحساب ونعرض أنشطة ليها. المحاضرة رقم 15 اللي هي الجزء الثاني من مهارة الحساب، هنعرض برضو أنشطة للعد الآلي اللي هو زي الواحد دولت يقول 1 2 3 4، على الرغم إن هو ما شافش أصلا شكل الرقم، مجرد عد آلي، وبعد كده نضربه على شكل الرقم. خلي بالكم إن ده تسلسل ترتيب، يعني نيجي ندرب الطفل لازم نمشي بالتسلسل ده لما نيجي نعلمه الحساب، وحتى القراية على فكرة اللي احنا كاتبينه في القراية. أنشطة العد الآلي، بعد كده يتدرب على نعرض أنشطة لشكل الرقم، بعد كده نعرض أنشطة لقيمة أو مدلول الأرقام اللي هو يعرف إن رقم 2 ده معناه معلقتين، معناه قلمين، معناه كتابين، معناه كوبايتين، وهكذا. بعد ياخد العد التصاعدي والعد التنازلي. ليه بياخد العد التصاعدي والتنازلي هنا؟ بياخدهم عشان بعد كده هياخد مهارة الجمع والطرح، لأن العد التصاعدي مهم للجمع والعد التنازلي مهم للطرح. وفي أوقات ناس تحب تاخد العد التصاعدي الأول وبعد كده ياخدوا الجمع تحت 10، وبعد كده يدوا العد التنازلي، وبعد كده يدوا الطرح تحت 10. الفرق بين العد الآلي وبين العد التصاعدي والتنازلي، العد الآلي ما بيكونش شاف الرقم أصلا، بس بيقول 1 2 3 4، بيعتمد على الذاكرة السمعية، لكن العد التصاعدي والتنازلي بيكون الطفل شاف الرقم خلاص. المحاضرة رقم 16 اللي هي الجزء الثالث من مهارة الحساب أو تعليم الطفل الحساب، هناخد فيها أنشطة. شوفوا بتخيلوا محاضرة كاملة خلاص، هنقعد ساعة كاملة وساعة وشوية كمان نعرض أنشطة لتعليم الطفل الجمع تحت 10 والطرح تحت 10. ماشي كده؟ المحاضرة رقم 17 اللي هي الجزء الرابع من مهارة الحساب، هناخد فيها أنشطة لتعليم الطفل الآحاد والعشرات والمئات والآلافات طبعا، وهناخد فيها الجمع بالإضافة اللي هو يعتبر الجمع فوق 10 أو جمع 10 فما فوق، وناخد الطرح بالاستلاف برضو، نعرض أنشطة، كله أنشطة. المحاضرة رقم 18 اللي هو الجزء الخامس من مهارة الحساب، هناخد فيها أنشطة جدول الضرب والمسائل اللفظية والمكتوبة، هناخد عملية القسمة بشكل بسيط بس. ماشي؟ لكن المحاضرة رقم 19 لمهارة الحساب اللي هو الجزء السادس ده، هناخد فيه أنشطة تعليم القسمة بقى، هنعرض أنشطة جميلة جدا لعملية القسمة العادية والقسمة المطولة. والقسمة العادية هتلاقوا المحاضرة بتاعتها على قناة اليوتيوب، لكن القسمة المطولة مش هتلاقوها على قناة اليوتيوب، هتلاقوها بس للناس المشتركة في الدورة. يبقى خلي بالكم لغاية دلوقتي 19 محاضرة، مفيش منهم غير محاضرتين موجودين على قناة الايه؟ اليوتيوب، يعني فري يعني. كده خلاص خلصنا المحور الاولاني اللي هو النمائي، والمحور الثاني اللي هو الاكاديمي. نخش في المحور الثالث اللي هو المقاييس. هو نفس على فكره نفس الترتيب بتاع الدوره، يكون بنفس الترقيم اللي انا كاتبه لكم ده. ايه بقى حكايه المقاييس بقى؟ تعالوا نفكر شويه. انا مقسم المقاييس لثلاث مش عايز اقول محاور عشان ملخبطش المحاور، مدخلش المحاور على بعض اصلا. مقسمها لثلاث اشكال. الشكل الاول اختبارات تخص التشخيص بس، يعني اختبارات هتساعد في تشخيص صعوبات التعلم، وفي اختبارات هتساعد في تاهيل طفل صعوبات التعلم، وفي اختبارات هتساعدنا في حاجه اسمها التشخيص الفارق اللي هو ازاي نفرق ما بين طفل صعوبات التعلم واي طفل تاني. الاختبارات التشخيصية دلوقتي في صعوبات التعلم اختلفت شوية عن زمان، اختلفت شوية عن زمان، عشان كده تلاقوا كل الشغل بتاعنا قايم على الاختبارات اللي هي الأكاديمية. وللأسف الاختبارات الأكاديمية مفيش منها في مصر، حتى بره مصر حاجات مقننة بشكل كويس، هتلاقوا حاجات قليلة جدا 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 كمان يعني. عشان كده هنعتمد على الاختبارات الغير رسمية خلاص، ولو قدرنا نحصل على اختبار رسمي نقدر نشتغل عليه هنشتغل عليه. فاحنا هنعرض دلوقتي الاختبارات اللي هتساعدنا في التشخيص نفسه. اول حاجه كده المحاضره من 20 عايز ادي فكره، ندي فكره عن المقاييس والاختبارات وكيفيه الشغل بيها، يعني تعريف الاختبارات وايه الفرق بين الاختبار الرسمي وغير الرسمي، وامتى بنستعين بنعمل اختبارات غير رسميه، كل ده هنعرضه في المحاضرة الأولى. وإيه الهدف من الاختبارات؟ إزاي إن في اختبارات هدفها التشخيص، في اختبارات هدفها الفرز، في اختبارات هدفها التأهيل أو التدريب يعني. بعد كده هناخد نمرة 21 محاضرة ضرورية جدا عن اضطراب التعلم المحدد في ضوء التشخيص الحديث بتاع الدي اس ام 5. ماشي، كنت عايز أكتب الدي اس ام 5 بس كل ما أجي أكتبها هنا بتروح هنا يعني، فاهمني؟ كل ما أجي أكتبها بعد كلمة الحديث ألاقيها أو في ضوء التشخيص في ضوء دليل الإحصاء الطبي الخامس، اجل ما كل ما اجي اكتب دي اس ام 5 الاقيها تروح عند الرقم 21، فمعلش يعني اللي انا قلناها يعني. طب
سؤال مهم أوي، ليه احنا استنينا لغاية المحاضرة 21 عشان نشرح فكرة تشخيص صعوبات التعلم بالشكل الحديث بتاعه اللي هما بيسموه اضطراب التعلم المحدد؟ يعني بصراحة تعمدت أعمل كده عشان خاطر لو كنا قلناها في أول محاضرة كان الناس مش هتعرف أهمية المحور النمائي، يعني مش هتعرف أهمية المحور النمائي في التأهيل في تدريب الطفل نفسه. يعني اه صحيح إن المحور النمائي في التشخيص الحديث ما بقاش مهم في فكرة إنه يشخص طفل صعوبات التعلم زي ما كنا بنعمل لما بنلاقي عن طفل عنده مشاكل نمائية في المهارات النمائية، كنا بنقول ده بينبئ بوجود صعوبات إيه؟ تعلم أكاديمية، أو لما كنا بنعمل اختبارات أكاديمية نقول إن ده بسبب إن وجود مشاكل في المهارات النمائية. ف آه صحيح مش مهم دلوقتي في التشخيص لكن هي مهمة في التأهيل. يعني مثلا في الحساب، يعني ما حدش يقنعني مثلا ان الطفل ان العد الآلي مش مهم ليه مهارة زي مهارة الفرز، او ان مش مهم في الآحاد والعشرات مهارة زي التصنيف، او مش مهم في ان الطفل يعرف يميز بين ال ب والنون خلاص ان مهم ليه الإدراك البصري، صح كده ولا لا؟ او ان الولد عشان يعرف يمسك القلم كويس مش محتاج الادراك الحركي. لا ده كله حاجات تدريبيه، يعني حتى في التاهيل تساعدنا، بصرف النظر ان في بعض الناس ترفض او توافق على التشخيص الحديث، بس في الاول في الاخر احنا بنوافق لان ده العلم قال كده فخلاص فاحنا ماشيين مع العلم. فاحنا هناخد المحاضره اللي هي بتاعه اضطراب التعلم المحدد في ضوء التشخيص الحديث، وده السبب ان احنا قلناها قبل ما ناخد الاختبارات. نمره 22 بقى هنعرض استمرار التقييم مهارات ما قبل القراءه، 23 استمرار التقييم للقراءة، وهنعملها بشكل متخصص أكتر شوية عن اللي إحنا كنا عاملينه زمان، لأن دلوقتي بقى التشخيص خلاص بيعتمد على ده. فما دام بقى تشخيص مش مجرد تدريب وكنا بنعتمد على الاختبارات المقننة، فأنا خلاص بقى نركز عليها إيه شوية ونزودها شوية ونعمل لها مستويات سهل ومتوسط وشديد يعني. بعد كده استمرار التقييم مهارات ما قبل الكتابة، بعد كده استمرار التقييم مهارات الكتابة، وبعد كده 26 استمرار التقييم مهارات ما قبل الحساب، بعد كده استمرار التقييم مهارات الحساب. يعني عندنا 6 استمارات أكاديمي، 3 ما قبل أكاديمي و3 أكاديمي. ما قبل قراءة قراءة، ما قبل كتابة كتابة، ما قبل حساب حساب. ماشي. بعد كده هناخد حاجة اسمها برضو من الاختبارات اللي ممكن تساعدنا في التشخيص على الأقل ديسليكسيا، بطارية المسح المبكر للعصر القرائي اللي هو بيسموها الديسلكسيا، اللي هي بقى دي بنعملها للاطفال في الكي جي 1 والكي جي 2. ازاي نقول ان الطفل دوت عنده استعداد اللي هو الاصابه بالديسلكسيا؟ كمان من اختبارات الديسلكسيا المشهوره اختبار العسر القرائي، وده للاطفال من ثالثه ورابعه وخامسه ابتدائي. وكمان ما ننساش بطاريه مقاييس التقدير التشخيصيه للدكتور فتحي الزيات، ممكن تساعدنا شويه في الموضوع ده. دلوقتي خلي بالكم ان احنا دلوقتي الموضوع اختلف عن زمان، فاحنا بقينا بنحاول نمشي كده ايه تاتا تاتا، يعني احنا دلوقتي رجعنا تاني في الجزء بتاع التشخيص نمشي تاتا تاتا ولازم نكمل بعض، ولازم نكمل بعض عشان ما حدش بس يدعي العلم لنفسه، فلازم نكمل بعض لغايه لما نوصل للصيغه اللي الدي اس ام 5 قالها، وكل الجهات العلمية المسؤولة زي المركز الكندي بتاع صعوبات التعلم مثلا، كل ما يخص صعوبات التعلم بشكل علمي نقدر نخرج بصيغة كويسة لأداة ثابتة للتشخيص زي ما كان عندنا زمان. طيب برضو احنا في المحور المقاييس في بقى اختبارات التأهيل. اختبار التأهيل يعني ايه؟ يعني تدريب. تدريب حطينا اول واحد ايه بقى؟ مقياس الينوي لقدرات النفس الغوي اللي هو كان زمان مقياس اصلا تشخيصي، فاكرين؟ وكنا بنعمله للاطفال من سن سنتين ل 10 سنين، ولما كنا بنعمله اصلا للاطفال كنا ما كانش فيه اكاديمي خالص، فكنا بنعتمد على ان صعوبات التعلم وطفل عنده مشاكل نمائيه، فالمشاكل النمائيه دي بتظهر فين؟ بتظهر في مقياس الينوي. وحتى كنا بنكتب في التقرير بتاعنا ان اظهر المقياس صعوبات نمائيه مما ينبئ بوجود صعوبات تعلم اكاديميه في المستقبل، فخلاص كده تشخص الولد، فاكرين؟ فدلوقتي اصبح مقياس ان القدرات النفس الاغويه هيساعدني في التاهيل. كمان محاضره 32 اختبار الفرز العصبي السريع ينفعني، مش هنعمله بقى دلوقتي كتشخيص وفكره فرز وكده، لا ممكن نعمله كتدخل، لان مقياس الفرز العصبي السريع الناس اللي حضرت معانا كتير بيساعدني قوي قوي في مهاره الكتابه، تحديد المشاكل بتاعت مهاره الكتابه حتى لو كانت مشاكل عصبيه. ماليش دعوه بقى، انا مش بشخص دلوقتي، انا بقول ان الطفل دوت عنده بعض المشاكل في الالهات مثلا في مسك القلم زي ما بيقول الاختبار نفسه. لكن
الفكرة في إن كمان بيساعدني كمان في التكامل الحسي نفسه، يعني صح كده أنا صح؟ الناس اللي عارفة اختبار الفرد العصبي السريع هتأيدني في دوت، واللي مش عارف أديك إيه هتحضر الدورة وهتعرف يعني. المحاضرة رقم 32، رقم 33، مقياس السلوك التوافقي الاي بي اس، وده احنا حاطينه عشان فكرة التكيف نفسه عند طفل صبر التاني. وانا حاطه اصلا بصراحة عشان الجزء التاني بتاعه اللي هو الجزء السلوكي، لان واخد 14 سلوك بيتعامل معاهم. وانا لما باجي احط خطه لطفل ايا كان الطفل ده، مش شرط يبقى صعوبات تعلم بس، ما بحطش خطه اكاديميه بس ولا خطه نمائيه بس، لا انا بحط خطه كمان سلوكيه، اللي بتعامل مع الطفل ككل، مش بتعامل مع ايه، مع مهاره بعين او مشكله بعينها يعني. طيب في اختبارات تاني بقى، الجزء التالت اللي قلنا عليه اختبارات التشخيص الفارق. يعني ايه اصلا التشخيص الفارق؟ التشخيص الفارق يعني الفرق، وانا بشخص في اختبارات بتساعدني في نتفرق، تفرق التشخيص الفارق، تفرق ما بين اختبار وبين اضطراب واضطراب مثلا. فتخيلوا مثلا اول اختبار بقى ايه دلوقتي؟ اختبار ستانفورد بنيه الصوره الخامسه. بص الدنيا اتقلبت ازاي؟ بعد ما كنا زمان اول حاجه بنعملها نبص في اختبار الذكاء ونشوف الدرجه فوق 90 ولا لا، لا الدنيا دلوقتي اختلفت. ماشي، لان دلوقتي اصبح اختبار ستانفورد بنيه بنستعين بيه عشان عمليه الاستبعاد. يعني الاستبعاد يعني ان الطفل لو درجه ذكائه تحت ال70 يبقى اعاقه ذهنيه فنشيلها، فنشيله ايه؟ يعني الولد ما بقاش عنده صعوبات تعلم. فاصبحت ستانفورد بنيه بنعمله ده عشان خاطر دي. وكمان ممكن ستانفورد بنيه يساعدنا انا، وده هناخده في الدوره، في فكره التاهيل كمان، لان في صفحه نفسيه وفيها مهارات كتير جدا من مهارات الادراك البصري والحركي والسمعي. خلي بالكم ان ممكن وارد قوي ان يحصل بكره وبعده وبعده، وارد انه يحصل، ان كان يكون حصل امبارح لسه مش عارفين، ان يكون حصل تطورات تاني، لان العلماء بياخدوا اللي بيتقال في الدي اس ام 5 وبيشتغلوا عليه، والمراكز المتخصصه اللي خاصه بكل اضطراب اتكتب عنه في الدي اس ام 5 بيبداوا يشتغلوا على اللي اتقال. النمرة 35 طبعا مقياس كونرز التقديري لتشخيص الاي دي اتش دي، على اساس ان هم متشابهين في فكره مشكله الانتباه او التركيز. ده الجزء الايه؟ الخاص بالمقاييس ال 35 محاضره. نخش في الجزء العملي بقى. نخش في الجزء العملي. الجزء العملي هناخد فيه المحاضره الاولى اللي هي المقابله الاولى، وازاي تكون، ازاي نعمل مقابله اصلا، وزي تكون المقابلة اللي خاصة بطفل جاي لي بشكوى ان مامته بيقول انه صعوبات تعلم، او انا شاكة ان هو صعوبات تعلم، او هو صعوبات تعلم. فالمقابلة هتمشي ازاي يعني؟ محاضرة رقم 37، ازاي نحط خطة بقى. احنا خدنا ازاي نعمل الاختبارات، وازاي نشتغل انشطة نمائي وانشطة اكاديمي، هنا بقى ازاي نحط الخطة بناء على اللي احنا قلناه. المحاضرة رقم 38، ازاي ندير جلسة، ايه هي مبادئ جلسة صعوبات التعلم العشرة، في عندنا 10 مبادئ لجلسة صعوبات التعلم. المحاضرة رقم 39، الكلمات المتقاطعة ودورها مع صعوبات التعلم، والمحاضرة دي أصلا موجودة على اليوتيوب كمان، الكلمات المتقاطعة ودورها مع صعوبات التعلم، دي وجهة نظر شخصية بحتة. أنا مؤمن إن الكلمات المتقاطعة بتساعدني في حاجتين يخصوا صعوبات التعلم، اللي هي فكرة الذاكرة، بتقوي الذاكرة، وفي نفس الوقت بتساعد وجهة نظر شخصية يعني في علاج جميع أو كافة مشاكل القراءة والكتابة كمان، يعني نقدر من الكلمات المتقاطعة نعمل ده يعني. موجودة على قناة اليوتيوب. المحاضرة رقم 40، إزاي بقى نطبق كل اللي فات ده، 39 محاضرة اللي فاتت دي، على مناهج المدرسة. ازاي نمسك منهج تاني ابتدائي الكتاب العربي نطبقه ازاي، كتاب الحساب نطبقه ازاي. المحاضرة رقم 41، عن صعوبات التعلم والنفس حركي، ودي احنا بندرس ان احنا نحطها على قناة اليوتيوب، لان هي محاضرة بسيطة كده وسلسة، اشارة ان احنا بعد كده هنعمل دورة كاملة عنها. 42، محاضرة اسمها عرض مشاكل وحلول. بيبقى في مشاكل كتير جدا مؤكد في نهاية الدورة احنا ما تعرضناش ليها، سواء مشاكل نمائية أو أكاديمية أو في الاختبارات، إزاي نعالجها خلاص وإزاي نحلها، دي بناخدها في محاضرة تاني لوحدها. في محاضرة 43 بقى اللي هي ماذا بعد الدورة؟ يعني إيه اللي هنعمله بعد الدورة؟ بقى خلاص الدورة خلصت بقى، نعمل إيه بقى من أول ما بيجي لنا طفل؟ نمشيها إزاي؟ حاجة بسيطة كده لكن تبقى مجمل لكل اللي فات. كده ال 43 محاضرة خلصوا. سواء المحور النمائي او الاكاديمي او المقاييس او العملي. نخش بقى في المشاريع. احنا عندنا كم مشروع؟ المشروع الاول مشاريع، اللي هو انت كده كده هتاخد شهاده مثلا بالدوره خلاص على الاربع محاور اللي فاتت، هتاخد شهاده، لكن عايز تاخد شهاده عملي
خلاص هتعمل المشاريع دي. ايه المشاريع دي؟ نمرة واحد انك تلخص احد الكتب اللي بيتم اعطائها وتسليمها ليك بي دي اف. كل متدرب في الدورة بنديله كتاب، الكتاب ده هدف من عندك انك انت تلخصه. ولما نقصد نلخص اعيد برضو الموضوع دوت تاني، احنا بنلخص الفكرة اللي انا بتعجبني كاخصائي بلخص. يعني انا مثلا قريت كتاب عن الادراك، والكتاب ده هشرح مثلا 5 تعريفات للادراك، بس انا في واحد بس انا عاجبني، اكتب يا سيدي الواحد ده. كتاب تاني عرض 10 انشطة لتقوية التركيز، انا ما عجبنيش منهم غير 4، اكتب يا سيدي الـ4 دول اللي هم عجبوك وانت حاسس انك تقدر تعملهم في جلسة. مش كده؟ احنا بنلخص بناء على الشيء اللي عجبني، مش الشيء اللي عجبني. كمان بنكتب كل متدرب لازم يعمل 20 نشاط تعليمي لأحد مهارات التدريب، وده مشروع إجباري. إحنا بنعمل فيه أوقات حاجات اختيارية، لكن ده مشروع إجباري، يعني لازم كل أخصائي في الدورة هيعمل 20 نشاط تعليمي وبيتم مراجعتهم. الفكرة في إيه؟ الفكرة في الآتي، إن إحنا لو معانا 20 متدرب مثلا في الدورة أو 30 مثلا، مثلا واحد النهاردة خد إن هو هيعمل 20 نشاط للانتباه، واحد تاني خد هيعمل 20 نشاط للادراك البصري، واحد خد 20 نشاط للادراك الحركي، واحد 20 نشاط للادراك السمعي، واحد تاني 20 نشاط للذاكره السمعيه، وده 20 نشاط للذاكره البصريه، وده 20 نشاط لتعليم الطفل الحرف، وده 20 نشاط لتعليم الكلمه الطفل شكل رقم، وده 20 نشاط لتعليم الجمع، وده فاهمين الفكره؟ فكل واحد بيعمل 20 نشاط وبيجيبه لنا واحنا بنراجع وبنصحح على المستوى الشخصي، يعني كل واحد لوحده، لغايه لما في الاخر كل واحد بيكون نجح انه عمل 20 نشاط كويسين. وكل نشاط ما يقلش عن صفحة يتكتب كتحضير، يعني اللي هو اسم عنوان النشاط والأدوات وطريقة التحضير والأفكار والملاحظات أو التقييم كل حاجة. فتخيل أنت عملت 20 نشاط مثلا لمثلا ل 30 موضوع، يعني عملت 20 نشاط ل 30 موضوع اللي هو كان عدد المتدربين، يبقى انت كده اصبح معاك 600 نشاط لصبارة التعلم، وبنخلي كل واحد يصور للتاني. يعني انا مثلا كايمن عملت انشطه لجدول الضرب، عملت 20 نشاط تعبت فيهم جدا طول الكورس، بس انا هاخد 29 نشاط تاني من زمايلي تعبوا، كل واحد تعب فيه، فكاننا عملنا زي جمعيه كده يعني فاهمين، وجمعنا موسوعه كامله توثيقية لأنشطة صبارة التعلم فيها 600 نشاط، فاهمين الفكرة؟ كمان من ضمن المشاريع لازم يطبق أحد الاختبارات جوه الدورة، لازم يطبق أحد الاختبارات جوه الدورة. ورابع مشروع وضع خطة فردية لأحد الحالات ويطبق نموذج جلسة لطفل إصابة التعلم. هما 5 مشاريع، ممكن نعمل الخمسة، ممكن تلاقوني في دورة من الدورات قلت لا 3 بس، وارد خلاص، ممكن أقول لا الخمسة، ممكن أقول 4 حسب الطبيعة بتاعة الدورة والوقت بتاع الدورة والمشاورة اللي بتتم مع المتدربين. ايه مميزات الدورة بقى؟ من مميزات الدورة نمرة 1 ان في قناة او جروب على التليجرام في كل الفيديوهات اللي بنقدر نحصل عليها خاصة بصبارة التعلم، في كتب، كل ما نلاقي كتاب عن صبارة التعلم نحطه في القناة دي، اي بحث نحطه في القناة دي، اي شتات نحطها في القناة دي، وبنحطها بشكل متسلسل كده لطيف بحيث ان يبقى كل حاجه تخص صبارة التعلم موجوده في القناه دي. وطبعا احنا بنحطها في التليجرام مش في الواتساب، لان في جروب للواتساب، بس احنا بنحطها في التليجرام عشان التليجرام معروف جدا انه خفيف شويه. نمره 2، لو لا قدر الله حصل حاجه للجهاز، الواتساب معروف ان الداتا اللي فيه بتتشال كلها، لكن التليجرام بتفضل محتفظ بيها. فحد يقول لي طب ما احنا الكتب بنقدر نحصل عليها من حتة تانية، اقول لك لا، بس انت دلوقتي بقى عندك جروب بتحط فيه كل ما يخص صبارة التعلم فتقدر تحصل عليه بشكل سريع. كمان هنا في جروب على الواتساب اثناء الدورة عشان لو في اي حد سمع محاضرات او اتفرج على محاضرات وحصل مثلا في استفسار او في اي حاجة يقدر يسألها جوه جروب الواتساب، وبيفضل موجود الجروب لغاية شهر او 2 شهر حسب الاتفاق بعد الدورة عشان لو في اي حد واجهه اسئلة، وبعد كده بيتقفل الجروب الواتس، لكن جروب التليجرام بيفضل موجود. كمان من ضمن مميزات الدورة اللي في اشتراك في بعض الدورات، احنا عندنا 5 دورات خاصة بصورة تعلم تانية، بيشترك بنفس بنص التكلفة، لو الدورة مباشر بيدفع نص المباشر، لو الدورة اونلاين بيدفع نص الاونلاين. يعني مثلا في دورة عن بنشرح فيها برنامج للقراءة، في برنامج معروف جدا اسمه ميدو في عالم الحروف، وهنقول لكم بيتباع فين وكل حاجة عليه وهنشرحه بشكل سلس وكويس. مثلا الكتاب ده الدورة دي مثلا ب 300 جنيه، هتدفع 150، أي حد تاني مش في دورة صورة تعلم هيدفع 300.
فده برنامج. يعني ايه الفرق بقى بين اللي احنا عملناه في الدوره اللي هو الانشطه وبالبرنامج؟ الانشطه احنا بنعرض لك انشطه ازاي نعلم الطفل الحروف وازاي نعلمه الكلمات، لكن ده برنامج واخد الموضوع من الاول خالص وطالع لغايه الاخر. فمن كده ده برنامج اسمه ميدو في عالم الايه؟ الحروف. كمان في كتاب دوره تاني برنامج الحساب اللي هو ميدو في عالم الحساب، مش هنسيبه يعمل يبقى عايش في عالم القرايه بس، فدخلناه كمان عالم الارقام. ودي مجموعة هنعرفكم من المؤلف ونعرفكم بيتباعوا فين وكل حاجة تمام التمام، لكن هي الميزة ان هو برنامج متكامل بالأنشطة بتاعته. عارفين ايه برنامج متكامل؟ وعلى فكرة البرامج اللي بنعرضها هنا دي برامج فيها أنشطة متحضرة صح، مش مجرد شتات. فاهمين يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي تعلم ولد الأرقام، واحد يقول لك ايه؟ هنحط له 3 تفاحات ونحط له دايرة ويكتب رقم 3، يبقى كده بنعلمه قيمة الرقم. هنحط له هنا مش عارف قلمين ونحط له دايرة ويكتب رقم 2، يبقى كده بنعلمه قيمة الرقم. لا، ده مش نشاط، ده شيت، ده شيت، ده ورقة عمل. لازم قبل ورقة العمل دي أنت هتعمل نشاط إيه عشان تعلم الطفل القراية نفسها. عارفين هي سوري قيمة الرقم، عارفين هي عاملة زي إيه بالظبط؟ عاملة زي واحد يقول لك أنا عملت برنامج للذاكرة، وتيجي تبص في البرنامج مثلا تلاقيه عامل حاطط 4 صور قدامك، ها، وبعد كده يقول لك اقلب الصفحه فتلاقي 3 صور، فيقول لك ايه الصوره اللي اختفت؟ فيقول لك انا عامل برنامج لتقويه الذاكره البصريه. طب انا، ما الولد اصلا عنده مشكله، يبقى انت دلوقتي ايه اللي انا استفدته لما عرضت له 4 صور بقى كده شلت الصوره وبقوا 3 صور؟ ما هو انا عايز اعلمه ازاي يستدعي الصوره اللي نقصت، ايه النشاط اللي هعمله، ايه طريقه التحضير اللي هعملها. فهمتوا؟ فدي احنا بنعمل فيها برامج. الدوره الثالثه دي برنامج كتابه اسمه رحله مع قلم رصاص. خلاص، برنامج هايل جدا على فكره. ده عباره عن 4 كتب و4 كتب تاني ورق عمل، يعني كل كتاب ليه كتاب ورق عمل. ممتاز جدا، ممتازين جدا، ورخاص جدا على فكره، والناس اللي عاملاهم انا بثق فيهم جدا، وبصراحه تاخدهم تشتغل على طول. اسمه رحله مع قلم رصاص لتعليم الكتابه. المحاضره الرابعه او سوري الدوره الرابعه النفس حركي مع صعوبات التعلم. ده السبب ان احنا هننزل المحاضره اللي احنا عملناها على اليوتيوب، لان دي هتبقى دوره كبيره شويه عن النفس الحركي او السايكوموتور وازاي نستفيد بيه مع حالات صعوبات التعلم. الدوره الخامسه العلاج الوظائفي مع حالات صعوبات التعلم. خلاص، كان في اقتراح ان نحط مونتسوري كمان مع صعوبات التعلم والتكامل الحسي مع صعوبات التعلم، لو في حاله ان احنا عملنا دورات تاني في دي. من حق اي شخص حضر دوره صعوبات التعلم انه يحضر الدورات دي بنص التكلفه. دي بقى احد المميزات الخاصه بالدوره. شكرا لكم. دي ببساطه محتوى دوره اعداد اختصاصي في صعوبات التعلم او صعوبات التعلم او اضطراب التعلم المحدد او صعوبات التعلم النوعيه. تابع لي مؤسسه طريق النجاح. كان معاكم ايمن عبد الله بشير، المدير الفني لمؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه على قناه ورقه وقلم على اليوتيوب. شكرا لكم والى اللقاء.